نرمين، بات الارتفاع جنوني للأسعار والمرتبط بارتفاع الدولار هو الشغل الشاغل للشارع السوري ولمواقع التواصل الاجتماعي، حيث بات الكثير من مواقع التواصل المعادية عم تطلق إشاعات الغاية منها خلق الفوضى والقلق لدى التاجر ولدى المواطن السوري على حد سواء. لذلك أصدر الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسومين التشريعيين 3 و4. لي المرسوم الأول بيتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، أما الثاني بيتناول إطلاق الإشاعات أو محاولة تشويه الحقائق في أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أكيد هالمرسومين معنا لليوم الأستاذ المحامي عبد الرحمن الغفير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. اهلا وسهلا فيك استاذ. يا هلا. يعني اليوم صار الشارع السوري، صار المواطن، صار التاجر دائما عم يسقط اي سعر للسلع هو بالعمله او بالعمله الصعبه او الدولار. خلينا نحكي اليوم كيفيه تاثير التعامل بالدولار على الليره السوريه وعلى الاقتصاد السوري. اليوم نحن بصدور هدول المرسومين اللي هن 3 و4، الاول القاضي بتجديد العقوبات، الاثنين قاضين بتجديد العقوبات تمام على المتداول بالعمله الغير السوريه، واللي عم يقوم بنشر وترويج هي الاسعار الوهميه المخالفه لنشرات الصرف. تمام. فنحن بصدد ذول المرسومين اليوم الشخص عم يقوم على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بأفعال هو ماله مدرك لأبعادها، ماله مدرك. يعني انت بتلاقي مثلا صفحة على الفيسبوك او على اي على السوشيال ميديا بهدف نشر الصفحة او بهدف الحصول على اكبر كمية تعليقات واعجابات عم تقوم ب أضرار بالاقتصاد السوري، أضرار بالعملة الوطنية، الضرر المعنوي بالدرجة الأولى للمواطن، أضرار معنوي وأضرار مادي على مستوى سيادي فعليا. يعني أنت العملة الوطنية هي اللي بتحدد القوة الشرائية لحجم الدخل الفرد القومي بالمجتمع، بتحدد كل شيء بسياسات اقتصادية. فنحن اليوم وقت بنجي بنتطرق لموضوع عم ناخده من صفحات وهمية أو برامج وهمية ما لها أرضية، ما لها أبعاد اقتصادية، ما لها رقم اللي عم ينحط ما له مبني على على قاعدة صحيحة، هو رقم وهمي. حتى أيام مثلا أنت بتشوفي أنه يوم جمعة أي دولة بالعالم مسكر، كل الاقتصادات مسكرة، نحن بينزل وبيطلع، نحن بينزل وبيطلع وبيبلش الأحد معنا من الرقم اللي بلش بيوم العطلة أو عيد. يعني ما حدا، كل دول العالم بيعطلوا 10 ايام عيد، ما في شيء بتلاقي. نحن لا، اقتصاد تمام عندنا شغاله صفحات بارقام وهالامور. طيب خلينا نحكي اليوم عن مواقع التواصل الاجتماعي. يعني نحن لمسنا حالة مختلفة، فينا نقول ضبط السوشيال ميديا بعد المرسومين، الأسعار يمكن خفت، الأشخاص صار عندهم، صاروا يفكروا قبل ما ينزلوا أي شيء، قبل ما يتداولوا هدول البوستات. خلينا نحكي كيف تعامل اليوم هدول المرسومين مع إذا بدنا نقول تجريم العقوبة أو تناول مواقع التواصل الاجتماعي لموضوع ارتفاع وانخفاض الدولار. هلا نحن رح نحكي بهي الحالة على المرسوم رقم 4 اللي هو فعليا تعلق بالتجديد على موضوع ان كان عبر شبكة الانترنت او ان كان عبر اي وسيلة ثانية سواء تقليدية ام غير تقليدية للتعامل، سواء بشكل مباشر او بإبهام. يعني لو انت مثلا اليوم جيتي بشكل غير مباشر عم تنشري معلومة سعر صرف هي مخالف للواقع، انت بتكوني عم ترتكبي عقوبة. هي العقوبة بتخولي تمام الجهات تفرض عليك شقين للعقوبة، اول شق هو الحبس المؤقت، ثاني شق هو الغرامة اللي من 1 مليون ل 5 ملايين. اليوم وقت عم يفوت الشخص يقوم بنشر شيء متعلق بسعر الصرف او يكون بواسطه او شيء مثلا بحد من قيمه هي العمله او فكاهي عن هي العمله اللي هي عمله وطنيه ما لها محل للاستهزاء ولا هالامور،
هون بيكون هو عم يرتكب فعليا هذا الجرم. يعني وقت انت بتجي بتسعري شيء بواسطه عمله اجنبيه او بتبخسي من قيمه هي العمله، عم بتكوني انت عم ترتكبي لها جرم فعليا بطريقه قد تكوني انت مالك متعمده هذا الشيء. بس هو هذا الموضوع للاسف ما له لتداول الاشخاص العاديين. نحن صار عنا الموضوع لتداول الاشخاص العاديين، صار عنا الموضوع يعني بعد شوي بتفوتي لعند سوبر ماركت بصير بيعاملك بالدولار بيقول لك هي كذا هي كذا. مو ما بيصير استاذ، يمكن عم نلمس هذا الشيء على ارض الواقع. تمام. اللبنه، الجبنه، المنتجات يلي هي تمام. وطنيه، بيقولوا لك ارتفع الدولار فارتفع سعرها. طب ليش ارتفع سعرها؟ طب هون انا كمواطن سوري كيف فيني اتعامل مع الموضوع؟ يعني اذا رحت عند سوبر ماركت قال لي اللبنه ارتفعت، الجبنه ارتفعت بناء على ارتفاع الدولار، هون انا كمواطن سوري لمين بشتكي؟ لمين بلجا؟ هلا هون في ارقام معينه للمساعده من الحد من الفساد في ارقام معينه منتشر. تمام، لوزاره الداخليه نشرتها وزاره الداخليه تعلق بالشكوى بهذا الموضوع. تمام، وشفنا كثير من المحلات تم اغلاقها بناء تمام. على تم اغلاق امبارح بحدود الخمس محلات يمكن محافظه اللاذقيه، وفي اغلاقات للحد من هي الظاهره. انك انت اليوم ولا دوله بالعالم بتتعامل غير بعملتها الوطنيه، يعني ما لا شغله نحن عنا اياها حالي. طب هن اذا رفعوا سعره بناء على الدولار ولكن عم يتعاملوا بالليره السوريه، في جرم عليهم؟ تمام، لكن طبعا في جرم. هلا هون صرتي انت، طب اذا انا اشتكيت وراحوا على السوبر ماركت قالوا له لا هي عم تحكي من عندها انا ماني مسعر هذا الشيء. تمام، في قوائم. في اول شيء طلع اذا بتشوفي من يومين تعميم من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قوائم تموينية يقضي بأنك أنت أي شيء حاطه، أي منتج حاطه بدك تبيعه، يعني وصلوا لمرحلة أنه بدك تبيع سيارة بدك تحط سعر السيارة عليها، بدك تبيع كهربائيات، هي كلياتها في لوائح ناظمة لها ولأسعارها، تمام، صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومقيمة بالسعر الحقيقي لإلها، مو بالسعر اللي هو عم يتقاضاه. يعني اليوم أنت أي منتج هو مقيم تمام بالوزارة، مو مقيم بالوزارة بشكل غير منطقي، مقيم بشكل بيتوافق مع سعر تكلفة هذا المنتج سواء كان محلي أو مستورد، ومقيم بسعر فيه هامش ربح لهذا التاجر. فاليوم وقت التاجر عم يسعر شيء على سعر وهمي اللي هو مثلا عم يحط أسعار خيالية فيه بدون ما نذكرها، فبيكون عم يخالف هاي المنظومة، وانت بيكون صار لك الحق انك تقدمي شكوى عليه لبيعك هذا المنتج سواء اشتريتيه او ما اشتريتيه. يعني انت سواء قمتي بشرائه تمام، فيك تقدمي شكوى تسترجعي الفرق اللي هو اخده منك، وما اشتريتيه بعد كمان فيك تقدمي شكوى عن السعر المبالغ فيه. حتى لو ما في اثبات، ما هي النقطة يلي هو ملزم بالاعلان. تمام، هو ملزم بالاعلان، ما انت ملزمه كمتجر تفوت لعندك تلاقي اي شيء حاطتيه عرضتيه للبيع مسعرتيه، هذا اوريدي مخالف اذا ما انه حاطط ولا تمام سعر. مخالف سواء انت اثبتي ولا ما اثبتي. يعني متى ما انت اشتكيتي ونزلت لعنده دوريه حمايه المستهلك فاكيد هو شكل الجرم تبعه، فما عاد في داعي للاثبات. بموضوع نشر الاسعار وذكر الدولار على مواقع التواصل الاجتماعي، عم تكون في احيانا جرائم مقصوده، وفينا نقول في احيانا عدم وعي من المواطنين بذكر هذا الموضوع، وخصوصا هم يعني بركز على حاله الكوبي بيست، شفت منشور بشيره او كوبي بيست. اليوم المرسومين قدروا يفرقوا بين هدول الحالتين؟ كمان في جهات خارجيه نحن اكيد كلياتنا بنعرف عم تنشر من برا وعم تبث هي الشائعات على مواقع التواصل طبعا. الاجتماعي المرسوم رقم 4 اللي هو انصب على هذا الموضوع، 3 انصب على التداول، 4 انصب على موضوع حدد لي فتح لك المجالات لكل الحالات اللي انت عم تقومي فيها، سواء فتح لك المجالات لكل الحالات اللي عم سواء كنت عم تنشري او عم تتداولي تعيدي النشر او عم تزيعي هذا الموضوع. بكل الحالات اللي في امكانيه لاذاعه او بس هذا الموضوع شمل هذا المرسوم. يعني انت لمجرد انه قمتي بتعليق على منشور متعلق بسعر الصرف فهذا التعليق اللي انت حطيتيه حيسبب نشره عند باقي الاشخاص اللي عندك فريند،
فبالتالي حتكوني ساهمتي بنشر هذا السعر وارتكبتي الجرم. ارتكبتي الجرم. نعم. استاذ خلينا نحكي اكثر عن طرق الصرافة. يمكن كثير من الأشخاص بتجي عملات بالدولار من الخارج من الأقرباء أو هيك بدون يصرفوها بالبلد، ومنشوف التجار، منشوف يمكن كثير من صياغ التجار الناس يلي معروفين أنه هنن بيصرفوا دولار، بيشتروا منك بسعر وبيبيعوك ياه بسعر مختلف تاني. اليوم كيف المواطن فيه كمان يساهم بضبط هذا الجرم؟ اخر تعميم طلع المصرف سوريا المركزي هو حد من هامش الفرق بين السوق السوداء اللي عم نشوفه وبين السعر بالمركزي، فطلع لك شيء اسمه السعر التفضيلي. السعر التفضيلي انت جايتك حوالي، تمام، بنقول من اي دوله حوالي خارجيه جايتك حوالي بالعمله بالدولار، انت بدك تقبضي هي الحوالي، فيك تحوليها بشكل نظامي، تمام، على القنوات اللي مفتوحة من قبل المصرف المركزي، وهذا التحويل حتقبضي، ما حتقبضي على سعر 438 أو 36، حتقبضي على السعر التفضيلي اللي بيصدر عن مصرف سوريا المركزي بشكل يومي، اللي هو مثلا عم يتراوح بالأيام السابقة بحدود 700 ليرة. هلا أنت بهي الطريقة حميتي حالك من عدة، حميتي حالك من المسائل القانونية، حميتي حالك من اعمال النصب والاحتيال اللي على الاغلب حيوع فيها المواطن، تمام، تبع عطي لفلان بيعطيك اياهم فلان بالشام بسعر اعلى، طبعا هي اذا وصلوا هو ما حيصلوا، تمام، فانت حميتي حالك من المساءله القانونيه، حميتي حالك من النصب والاحتيال عبر هي القنوات اللي وفرها المصرف سوريا المركزي، اللي بتحميكي بكل المجالات إن كان القانونية ولا باقي التفاصيل. نعم. إذا كنا بدنا نحكي مثلا عن موضوع الجرائم الإلكترونية ونرجع نركز على موضوع الجهات اللي عم تكون خارجية من برا سوريا، اليوم كيف عم تتم ملاحقتها بالجهات المعنية؟ حيكون في موضوع إغلاق الصفحات، حتنكشف، كيف حيكون التعامل مع موضوع الجهات الخارجية؟ هلا الجهات الخارجيه نحن كسوريا ما عندنا خيار غير نحجب هي المواقع، نحجب هي المواقع اللي هي بالاساس اليوم مواطن وانت عم يفوت على موقع صادر من دوله معاديه او من دوله مجاوره، يعني منطقيا هذا كيف عم يسعر، باي طريقه عم يسعر السعر، منطقيا المواطن كيف عم يتقبل هذا السعر. ف اليوم الجهات المختصة هي اللي عم تقوم بحجب هي التطبيقات والمواقع كي لا يتسنى لها التلاعب والمضاربة بالليرة السورية. أستاذ عبد الرحمن، عم نشوف على قصة السوشيال ميديا كثير من الصبايا أو من الناس برا عم يبيعوا ثياب على الإنترنت بسعر الدولار، مثل ما أنا هيك معروف يعلق بنقطة لحتى يوصلك السعر. خلينا نعرف نحن مثلا إذا استلمنا الثياب ضمن سعر الدولار وهن خارج سوريا، هن كيف بدهم يتعاقبوا؟ أو يعني هو بس المستلم رح يتعاقب، أما الباعت كيف بده يتعاقب؟ هلا الباع اللي أرسل، هلا أنت اليوم، تمام، لمجرد ما بهي الحالة، تمام، أنت تداولتي فعليا عملة أجنبية. أوكي، بس أنا باكلها؟ لا، البرة ما بياكلها؟ هلا اللي خارج القطر، تمام، حيصير عليه، حيكون طرف بالدعوة اللي حتقام ضدك من الحق العام. ففعليا وقت عودته للبلد حتواجه العقوبه اللي تواجهتيها انت. يعني بس كثير عم نشوف ثياب، مواد اخرى، انه عم توصل او عم تنشرها من خلال الانترنت. عم تنشرها من خلال الانترنت، تمام، بس عمليه الاستلام والتسليم وين تميت؟ يعني انت فعليا بسوريا، ف 90% حتدفعي بسوريا وحتقبضي بسوريا، لانه بتعرف نحن بسبب العقوبات ما حدا عنده حسابات خارجيه حتى، ولا في طرق تحويل لهي الحسابات، فانت فعليا الطرفين تبع الجرم ارتكبوه بقلب سوريا، فاللي سلمك واللي سلم مستلم حيتعرض للعقوبه. طبعا
الطرف الثاني اللي باع نفس الموضوع حيكون له اسم بالدعوة باعتباره هو فاعل كمان. نعم. طيب خلينا بالوقت المتبقي لدقيقتين، خلينا في الناس عندها استفسارات بسيطة، ممكن تجهل لنقاط معينة وهي تكون عم ترتكب جرم، خلينا بالوقت المتبقي إذا في نقاط نحن ما ضوينا عليها من حضرتك نوعي فيها المشاهدين أكثر عن موضوع المرسومين. تمام. اليوم أكثر موضوعين بهمونا بهدول المرسومين هو أنا ما أتعامل بعملة أجنبية سواء تداول أو اقبل اني اشتري شيء بغير عملتي الوطنيه وما اجي روج او بطريقه مباشره او غير مباشره لعمله اجنبيه او لمنتج بسعر اجنبي. اليوم كل شيء بنحسن نحن نحمي حالنا فيه قانونيا، فاذا الانسان ما حمى حاله، المواطن ما حمى حاله بالتعرف على هي التفاصيل اللي هو ما بيعتقدها جرم، بيعتقدها شغله طبيعيه، تمام؟ ما أو حتى سلوك كان يتصرفه من قبل ولازم يغيره بقى. سلوك يعني كان يتصرفه من قبل، بس هو حتى وقت كان يتصرفه من قبل كان معاقب عليه. يعني احنا اذا بنجي للمرسوم 54 لعام 2013 بنلاقي انه عاقب على هي المواضيع، ولكن اجى المرسوم رقم 4 والمرسوم رقم 3 شدد العقوبه، رفع العقوبه، تمام، وتوسع فيها بشكل مواكب لل الحاله اللي وصلنا لها نحن من السوشيال ميديا والتطبيقات والامور. نعم استاذه، يعني كثير في تساؤلات، بس قبل ما نختم حابه اسالك سؤالين. اول شيء، شو هو العقوبه المترتبه على التاجر يلي بيقول لك انا هيك سعري وبدي سكر المحل وما حبيع حدا؟ وكثير عالم هيك نفذوها هي النقطه، يعني انه خلص سكرت المحل انا ما بدي بيع، انا شاريهم ب 1000 كان الدولار وبخسر انا هيك فانا سكرت محلي. ثاني شيء النقطه المعاكسه يلي كثير شفناها منتشره امبارح واول امبارح وانطلقت من حمص، هي دعم الليره السوريه واشتري اي شيء بالليره السوريه، هي العمله النقديه يلي يمكن هي معنويه وفرحت كثير قلوب. هل هي في لها افاده للاقتصاد الوطني؟ خلينا نستفسر عن هدول السؤالين. هلا تاجر اغلق محله، اغلق محله تمام بسبب عدم قدرته على بيع بسعر دولار عالي، تمام، هون هذا التاجر عم يسعر على الدولار، فبالتالي اوريدي تعامل بالدولار، اوريدي صار عليه عقوبه هي 7 سنوات اشغال شاقه، لا تقل عن 7 سنوات اشغال شاقه، اضافه لمصادره طبعا البضاعه ودفع مثلي القيمه اللي طالب فيها. بالنسبه للشق الثاني تبع السؤال، اليوم الحمله هي كاقتصاديا يعني يمكن انا ما فيني جاوبك على الجانب الاقتصادي باعتباري حقوقي، بس هي لمجرد ما تصير هي الحمله نحن عم نروج لشيء عم الفكره السائده عنه انه هذا الشيء ما عاد له قيمه، ما عاد له قيمه. الفكره اللي عم يحاول نشرها انه هي العمله هي عباره عن ورق، صارت هي العمله ما لها عباره عن ورق، هي العمله، تمام، هي اللي حاميتنا اقتصاديا وحامية الخبز تبعنا وحامية بيوتنا فعليا. فاليوم وقت انا عم بجي اتقبل، تمام، بيع اي شيء بهذا الثمن، تمام، بكون عم رجع شيء معنوية قيمة العملة، يعني شيء معنوي، شيء الفة بين الفة بالمجتمع، الفة بين الناس، انه انا بعدت عن الجانب المادي والجانب الربحي، انه اوكي صلي عم بربح كل هالسنين، ما في مشكلة اذا يوم ويومين وثلاثة انا حاولت ادعم اقتصادي اللي هو بالنهاية النفع حيعود علي وعلى بيتي وعلى اللي عندي عم يشتغلوا. فهذا أنا برأيي الجانب تبعها الاقتصادي إذا بدنا نحكي الاقتصاد. يعني معلومات كتير ضوينا عليها. هاي المبادرات اليوم قديش لو ما كان إلى الأثر الاقتصادي الكبير، ولكن قديش اليوم مهم تكون موجودة بالمجتمع، قديش مهم هذا الوعي يكون عندنا، الوعي نرجع من جديد. شفنا حالات مخالفة، ما نقول أمين رح يحاسب، لا، حيكون ليا في اشخاص عن جد متابعين وراح يحاسبوا. بالفعل المحاسبه، يعني ما حدا توقع انه يكون في تشدد بالمحاسبه لهي الدرجه اللي هلا صايره، تمام، وهذا ان شاء الله يعني حينعكس على الوضع
اقتصادي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. أكيد نحن ما بنتمنى غير الاقتصاد يرجع يزدهر من جديد والليرة ترجع تحكي أكثر وأكثر من جديد. نتشكرك على كل المعلومات أستاذ عبد الرحمن اللي قدمت لنا إياها. شكرا كثير لك وعلى التوضيح والإضاءات. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.